يسعد اوقاتكم اصدقائي، واهلا وسهلا ومرحبا فيكم. فيديو جديد، الفيديو لليوم مثل ما قريتوا بالعنوان راح نحكي عن تكتيك او طريقة المثلى لانك تواجه فيها الروبوت الجديد الاوشو كوشي. قبل ما نبدأ بالفيديو لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتحطوا لايك للفيديو وتنشروا لرفقاتكم ليستفيدوا منه على اكتر قدر ممكن. ويلا بدون إطالة خلونا نبدأ الفيديو. بالبداية خلينا نفهم خاصية الأوشو. أول شيء، الأوشو لما بيفعل خاصيته بيضل تقريبا 5 لـ 6 ثواني عم بيعمل داش أو تسارع أكسلريت، بعد منها بيجي 4 ثواني بس عم بيعمل إي إم بي، بعد منها بيعمل كول داون لمدة 8 ثواني. طيب، أول شيء خلال خاصيته هو عم بيعمل أكسلريت تسارع، وبعد ما يخلص خلال الاربع ثواني بعد ما يخلص التسارع، خلال هذا الوقت بيكون عنده حصانة بيحول كل شيء دمج بيجي لدوت ايفكت، وهذا الدوت ايفكت هو اصلا عنده حصانة منه بنسبة 60%. لهيك يفضل انك ما تضربه اثناء هذا الوقت لانه هو حيكون عنده حصانة من ضربك. فاللي عليك تساوي انك تخلي زخمك لحتى ينتهى التسارع تبعه، وتستنى بعد منها الاربع ثواني اللي هو عم يعمل فيها الاي ام بي. بمجرد ما خلص الاي ام بي هون بتبلش زخم الضرب تبعك عليه، لحتى بخلال 8 ثواني تبع الكول داون تبعه تقدر تقضي عليه. خلونا ننتقل ورجيكم امثله حيه عن الموضوع. اول مثال بدي احكي عنه اليوم قبل ما يتطبقوا النيرفات اللي صاروا قبل يومين، كنت عم بلعب بهذا الجيم باللينكس مثل ما لكم شايفين. طبعا اللينكس يعني عمل فيه كذا كل قبل هون، واصل دمه مثل ما لكم شايفين 29,000 وبسلاح واحد بس، اللهم اني مكس النيكولار امبليفاير ومكس الريبيرات فديفنسي عالي، وهون بستعمل مذر شيب مثل ما كنتم شفتوا بيرجع دمي لتقريبا ولا بس خلص ثلث ارباع دمي بيرجع. طبعا بيرفعني نيوتن بتوقع انه بده يضربني، ف هستعمل الفيس شيفت ولا بشوف اوشو فايت على النص. طبعا مثل ما لكم شايفين قاعد بستنى، شفته خلص خاصيته، فعل خاصيتي انا هون وفوت عليه بمشط واحد بسلاح واحد، اول ضربة راحت بالدرع، باقي الضربة كانت قاضية على صحته اللي هي فل صحته كانت مع درع. اول ضربة شالت الدرع، نرجع بنعيد اللقطة عشان تشوفوها. اول ضربة شايفين الدرع مفعل، اول ضربة شالت الدرع، ثانية ثالثة لحالي عم بضرب عليه، ما في اي حدا معي، لحالي فقط بسلاح واحد شوتجن واحد مع خاصيته، حرفيا ببخره بمشط واحد من السلاح الجديد اللي هو بريسنت تبخير، بالاضافة لخاصية اللينكس. طبعا هون لاخر ضربة بتوصل له دمه تحت 30% فبشيله بالاكسكيوشن. برجع بعد لكم اللقطة تشوفوها بشكل كامل، يعني انا حرفيا بعد ما صارت هاي اللقطة ما صدقت انه هذا الروبوت انه ماكس، قلت اكيد هذا ليفل 9 ليفل MK2 1. عدت اللقطة، عدت بعد ما خلص الجيم رحت وطلعت على بروفايله للزلمة، اللاعب حرفيا MK2. خليني اروح لكم للاخير اتاكد من اللاعب. لما تاكدت شايفين هاي بروفايله، اول شي عملته اني دخلت على بروفايله وشيكت الاوشو اللي عنده. الاوشو اللي عنده MK3 ليس MK2 12، MK3 والطيار ليفل 57، فحرفيا تبخر. ننتقل للقطة اللي بعد منها كمان باللينكس. اغلب اللقطات اللي اخذتهم باللينكس هو صار يعني انا تلته بكذا مرة بغير اللينكس، بس ما بعرف ليش ما سيفتهم او هيك حظي اني اللقطات كلها اللي مسيفها باللينكس. في لقطتين بالنهاية بالخبري هلا بتشوفون سيفتهم اليوم، كنت عم جرب سيت اب الخبري. مثل ما كنتم شايفين هذا الاوشو هلا مبلش، استنيته حتى خلص خاصيته وضربته، هلا هون بترجع خاصيته ما لحقت اضربه. طبعا انا لساتني بداية الجيم، لا انا مكس اسلحة ولا هو مكس ريبيرات ولا هو مكس ريبيرات ولا مكس اسلحة. استنيته هون مرة تانية ليخلص خاصيته، بلشت اضرب عليه.
فعلت خاصيتي راح حول الكفر، ضرب مره تنتين ثلاثه، شايفين هون بسلاحين ويا دوب عم دمجه. بس ليش هنيك كنت مكس النيكولارات، فرق الدمج كان مخيف، سلاح واحد اقوى من السلاحين هلا. والفكره الثانيه انه هاد حاطط لاست ستاند، هون عم بضربه بخاصيته. اذا بتنتبهوا لما بضربه بخاصيته بيطلع هذا الشريط الاورانج، هاي الجزئيه الاورانج هي الدي او تي او الدمج اوفر تايم، هذا الدوت ايفكت، يعني هذا الدمج كله حيتصلح تمام. فلهيك ما في فايده انك تضربوه بهذا، حيبين لكم اياه. شايفين لما خمعوا الريبر شلون طلع طلع نزل نزل بعدين رجع رأسا صلحه. فانا استنيته هون خلص خاصيته، رجعت ضربته. طبعا هون ما كنت لحالي عم بضرب عليه، كان في كذا حدا من فريقنا عم بضرب معي. رجع فعل خاصيته، فمجرد ما فعل خاصيته هيل دمه، كل شيء دمج كان عنده اياه بيتهيل رجع هيله. بس بما انه كتري عم نضرب عليه بنفس الوقت قدرنا نشيله. طبعا ما في لقطة تانية بهذا الجيم، ننتقل للجيم اللي بعد منه. بهذا الجيم كنت عم بلعب انا وصدام، حرفيا بنواجه اربع اوشو ورا بعض. حخليكم تشوفوا اللقطات كيف صارت بالمقارنة. هون اوروتشي نشيله على السريع على هيك على الماشي سكرة. طبعا الرافانا اسلحة الصوتيات اكتر شي سمع الاوشو، اذا بتستنى ليخلص خاصيته مثل ما هلا هون انا ضربته هون ضربتين قبل ما تخلص خاصيته. بعدين لو مسيبهم هدول الضربتين بعد ما خلصت خاصيته كنت شلته، بس انا حرفيا تسرعت شوي، ضربت اول ضربتين وهو بخاصيته فقدر يهيله هذا الدمج، ولا دمج الصوتيات ما بيقدر يهيله. شايفين هاي الضربة كمان كان فعل خاصيته فنفد منه كمان ما مات، فلهيك شالني. ولكن تم بضل دمه تفة، صدام بشيله. برجع انا باللينكس مشان ساعد صدام، فورا بلاقي اوشو بالمقر بس بلاقيه خالص خاصيته، بضربه ضربتين بتوقع انه حيفعل خاصيته بس هو بيهرب بيرجع بينسحب، فبروح لساعد صدام على الاوشو الثاني. شايفين معنا انجلر صوتيات كمان، هون خالص خاصيته. انتبهين الدمج برات خاصيته قديش فعال عليه، ولكن بمجرد ما يفعل خاصيته بيبطل يتدمج لانه خلص عنده ريزيستنت عالي وعنده طيار بيعطيه ديفنس لما بيكون عليه دي او تي، فانت فعليا بتعطيه حصانه. لما شايفين انا وصدام قدرنا نشيله بعد ما خلص خاصيته. بيرجع بيجينا اوشو ثالث غير الرابع اللي كان هنيك، خليني اقدم لكم اياها لحتى تشوفوا المواجهه. هي هو هون، ولكن بيجينا اللي من ورا تركته بيرجع، فبرجع بنركز عليه كمان انا وصدام، كمان بنرجع بنشيله. بيبقى اخر واحد التفت عليه، طبعا هون استعمل مزر شيب لهيك عم بضربه مشان شله المزر شيب. طبعا هون تلبكنا لنشيله لانه المزر شيب رجعت له هيلت له دمه، بيرجع بيفعل خاصيته. طبعا اثناء خاصيته انا هون عم بضربه لانه دمجي عالي، شايفين دمجي كله مبين بالاورانج انه هذا كله بيتصلح، فلا بتلاقوا حرفيا بيصلحوا بيرجعوا كله. شايفين شلون رجعوا كله، برجع نركز عليه انا وصدام، حتى في تايتن معنا بيضرب عليه متخيلين، اجا روك يحميه وكذا حدا صار في عجقه. فحبيت انا اول شيء لقينا المنارات هون انه كثير سيطروا عليها، فاضطريت اني انسحب من الفايت لحتى نلحق الجيم نجيبه. خلاص الموضوع نجي لهون اللقطات بالخبري. اهم نقطة لازم تعرفوها انكم تستنوا الاوشو لحتى يخلص خاصيته، سيبوا ضرب مشكون لحتى يطلع من الخاصية تبعه، بيكون سوبر ايزي عليكم لتشيلوا. للأسف انه كمان اغلب كل اللقطات اللي عم تشوفوها عم بستعمل الاسلحة الجديدة، بس لانه انا حرفيا عم بعمل تجربة للأسلحة الجديدة حاليا، فلهيك أغلب اللقطات عم بتكون بالأسلحة الجديدة. ولا هو شو ما كان السلاح
معكم حيكون ممتاز عليه. شايفين هون عم بضربه لانه مدى الاسلحه تبعي 250، عم بضربه على 250 لشوف قديش ممكن اعمل له ضرر باربع اسلحه. كنت عم بعمل تيست للخبري، فمثل ما لكم شايفين حرفيا هربته حتى هو بخاصيته. فالاسلحه الشوتجن الجديده دمجها جدا عالي. بدي اطش لكم هون الجيم لحد للاخير، في لقطه اخيره كمان بيكون باللينكس مع اوشو تاني، خلينا نرجع فيه هون. ايوه هذا الاوشو على منارتنا. طبعا المندر اجا بالغلط، شايفين هون لقيته خلص حيموت، ولكن خاصيتي ما كانت معي لهيك ما قدرت اقتله. لما فعل خاصيته ضربته وصلته لحد اقل من ثلث دمه، يعني اقل من 30%، وفعلت الاكسكيوشن شلته بالاكسكيوشن بس مع انتهاء الشوط. واخر لقطه بدي اورجيكم اياها بالخبري. اوكي ثواني، ايوه هذا الجيم بالخبري. ببدايه الجيم فايت انا واوشو على خريطه الكارير، طبعا مثل ما لكم شايفين شفت الاوشو طلع من خاصيته، اذا انتبهتوا شايفين طلع واخذ كفر او ليكو. هلا عم بيستعمل خاصيته في داشات، فضيت مشطي هون خلص خاصيته، عبيت عليه ديس مارك بالكستريل، ثلاث ضربات قدرت شيله بثلاث ضربات نص المشط. يعني هذا اوشو تاني طبعا نزل علي بده يشيلني، معه كمان هو الشوت جنات الجديده. انا وفرت ضربي، وقفت كل ضربي بهديك اللحظه عليه، سنيته لخلص بلشت ضرب عليه وشلته بكل سهوله. وبس هذا كان كل شيء لفيديو اليوم، ان شاء الله تكونوا انبسطتوا واستمتعتوا واستفدتوا اهم شيء. بشوفكم على خير بفيديو جديد باذن الله، الى ان نلتقي، السلام عليكم ورحمه الله. I'm gonna go to the bathroom.